مسرح دي حاجه صعبه وبتاخد من الوقت ومجهود وكذا وكذا وكذا. ليه دايما بحس انك بتحني للمسرح؟ يعني من زمان لما بدات مسرح مع استاذ عزت العلايلي، بعد كده مع استاذ محمد صبحي، بعد كده حتى لما جيتي عملتي مع انت ومحمد رمضان عملتي مسرحيه رئيس جمهوريه نفسه وحققت نجاح كبير جدا في وقت كانت مسرحيه بدون امكانيات تقريبا. كان انا حضرت الحكايه. ليه بحس دايما ان لما حد بيحب يزغزغ مشاعرك كده يقول لك ما تيجي نعمل مسرح دنيا فدنيا تروح؟ وكان في ميدو عادل كمان بعد كده المسرح العايم. فليه بحس ان اللي عايز يجيب دنيا كده فيقول لها يلا مسرح فدنيا تروح؟ متعه، مع انه صعب وبياخد الوقت. متعه يعني طبعا صعب بياخد وقت، ولكن متعه. انت بتشوف كل حاجه في ساعتها، يعني بتشوف الرياكشن في ساعتها، بتطلع طاقه مختلفه. يعني الوقوف على المسرح ده شيء بيملى كده المشاعر والوجدان. انا بحب المسرح طبعا طبعا. وللاسف للاسف حظي مع المسرح بالنسبه للجمهور، يعني وجهه نظر الجمهور عني ما يعرفوش انا عملت ايه. ليه؟ لان اغلب اللي انا عملته ما تصورش بيا، يعني حاجات ما تصورتش اصلا، يا حاجات اتصورت بزملاء تانيين. يعني في مسرحيه صدف، يعني اكيد ما حدش قاصد. يعني انا عملت مسرحيه مهمه جدا كلها استعراض، وده الحاجه اللي انا بحبها، اسمها شباب روش طحن، اخراج استاذ جلال الشرقاوي. كنا مجموعه كبيره، استاذ صلاح عبد الله وعمرو واكد، ناس كتير قوي. دي ما اتصورتش مثلا. كلمني استاذ سمير غانم، كان هو اصلا عارض دوري مي فاصوليا بقاله كذا سنه. فكلمني هو استاذ احمد الابياري، قالوا لي احنا عايزينك بس سيزن كده خلاص بنقفل، هي اصلا متصوره واحنا عارضينها، ويعني وبعد كده بعد السيزن ده هنعمل عرض جديد. فقلت تمام، رحت مضيت السيزن ده. السيزن ده قعدنا 4 سنين تانيين، فانا بشتغل 4 سنين مسرح مع سمير غانم طبعا، وهي متصوره بزميله اخرى يعني. ومن ده كتير بقى. يعني اللي اتصور قليل جدا بيا. فانت لكن انا عشت قضيت عمري في المسرح يعني. فانت لسه لحد النهارده عايزه، ولو جات لك تجارب مسرح هتروح؟ طبعا طبعا. ايه موقف مش هتنسيه حصل لك في المسرح؟ واكيد ده بعد مسرح يعني. في حراره 40، في يوم حراره 40. وفيها استعراض وتمثيل وعياط ورقص وتنطيط، وبطلع بسرعه اغير وانزل بسرعه من الكواليس، ادخل مش عارفه ايه واقلع ايه وفستان فرح ايه، وفيها مجهود يعني. ف 40 ومش قادره اتكلم، صوتي مش طالع. ازاي تروح؟ لا وانا عرضت ازاي تروحي اصلا؟ هو انا عرضت، والمفارقه انه انا وانا على المسرح قردة، معرفش ازاي، يعني معرفش حصل لي ايه. يعني اول ما طلعت ولقيت الناس بتسقف لي فجاه كده، جسمي اشعر. و فعلا المسرح ليه سحر يعني. كان الاستاذ امين رزق يعني واللي حضر الوقت ده كان يقولوا ان هم كانوا بيسندوها لحد الكالوس، ومجرد ما بتدخل بتبقى في كامل صحتها. أيوة وكامل. أيوة قوتها. في حاجه بتحصل. هل في سحر في خشبه المسرح؟ في سحر انك بتطلع بتحس بحاجه، والجمهور بيديك باور غريب. فبقول لك عرضت، يعني انا ساعتها استاذ احمد الابياري قال لي دنيا لو يعني خلاص هو شايفني بموت، قال لي نقفل. قلت له لا ما نقفلش. قال لي نقفل لما بتموتي؟ قلت له لا. فعلا طلعت ولا كأن في حاجه.